محمد وبضيوفكم كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أجواء كانت رائعة جدا النهاردة في ظل تواجد جمهور النادي الأهلي التحفيزي قبل هذه الموقعة الهامة جدا أمام فريق الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. لكن خليني أقول لك عقب انتهاء المران مباشرة جمهور النادي الأهلي رجع تاني نادي شريف إكرامي، وده كان أكيد شيء إيجابي جدا وشيء تحفيزي جدا لشريف إكرامي بالتحديد، واللي يمكن كان فيه كلام كتير عليه بعد المباراة الأخيرة. لكن زي ما قلنا بنكرر إن أخطاء الحراس واردة جدا، واجهوا سوء توفيق في هذه الكرة، طبعا كرة الهدف الثاني بالتحديد، لكن أكيد تواجد الجمهور النهاردة كان دافع مهم جدا لجميع اللاعبين وبالتحديد لشريف إكرامي. لكن خليني أقول لك في هذه اللحظات معايا الاستاذ محمد جمال هليل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بيك في البدايه. ازيك يا امير، عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا يوم مهم جدا تواجد جمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره وافق على حضور الجمهور، تحفيز مهم للاعبين قبل مواجهه مهمه زي مباراه الترجي. جمهور رائع طبعا، واثبت على مر التاريخ فعلا ان هو قد ايه هو ليه دور مهم جدا 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 في تحفيز الفرقه. احنا بنتفائل بيه واللعيبه بتتفائل بيه، و بنعتقد ان احنا ان شاء الله نكسب في جو في ظل الاجواء الرائعه دي، لان الجمهور النهارده شجع بحماس جدا وشجع شريف اكرامي وشجع الفرقه كلها، وهو ده اللي كان منتظر منهم. واحسن حاجه حصلت النهارده ان الجمهور كله دخل وما كانش فيه اي مشاكل زي ما ناس كتير كانت مصدره للاعلام، بالعكس الموضوع كان سهل جدا، والحمد لله ان العمليه مشيت على خير والتمرين مشي، وحاجه كويسه جدا وبنشكرهم بجد وبنتمنى مؤازرتهم كده على طول يا رب. مباراة بقى شايفها ازاي مباراة العودة؟ وان شاء الله اكيد متفائل زي ما كلنا متفائلين ان شاء الله النادي الاهلي يكسب في رادس. انا طبعا متفائل طبعا جدا باللعيبة، وعارف ان هم قد المسؤولية والجهاز الفني، وهيقدروا ان هم يعملوا اللي عليهم ويجيبوا ان شاء الله التأهل من تونس. طبعا ماتش صعب مفيش شك ان فريق الترجي التونسي فريق كبير جدا، الكرة التونسية دلوقتي ماشية في منحنى صاعد، لكن احنا برضو كمان هنا في مصر ان شاء الله نقدر ان احنا ندخل كأس العالم ونقدر ان احنا نكسب بطولة افريقيا. زي ما عودونا دايما ان هم حتى لو الماتش ازم هنا ان هم بيروحوا في تونس ويكسبوا، وده حصل على مر التاريخ مع الصفاقسي قبل كده ومع الترجي التونسي، ودي حاجه كويسه جدا بتدعو للتفاؤل، وان شاء الله احنا متفائلين وكلنا امل وخير ان هم يرجعوا ان شاء الله كسبانين. احد اعضاء مجلس الاداره، ايه الرساله اللي حابب تقولها للاعبين الاهلي؟ حابب اقول انتوا قد المسؤوليه، انتوا مش محتاجين مننا اي تحفيز. الجمهور طبعا النهارده بنتمنى ان هو يكون لعب معاكم دور جامد، وده احنا متاكدين منه، ان شاء الله ترجعوا لنا بالمكسب، وان شاء الله ان شاء الله تكملوا في البطوله لغايه ما تاخدوها لغايه الاخر. شكرا استاذ محمد. شكرا متشكرا. ده كان لقاءنا مع استاذ محمد جمال هليل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد كان يوم مهم جدا للاعبين.